نيجي لروسيا بقى. روسيا قبل بس ما اقول لحضراتكم الخبر المؤلم اللي يعني وجعنا كلنا طبعا في البدايه، فوز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالولايه الخامسه، كما لو ان يعني ده العادي او احنا يعني ما كناش متفاجئين. هو يعني حاجه و80% ده يعني كويس، بيكسر حتى حاجز انه هيكون هو اكتر واحد يحكم الكرملين، يعني 31 سنه، اللي قبله كان 29. في ارقام ارقام، ما اعرفش بيقعدوا مع الحكام العرب كتير الناس دي. المهم نيجي للمجزره اللي حصلت في يوم الجمعه اللي فات في موسكو، امر مؤلم. خليني اقول لحضراتكم بس، كلنا متفقين على اي قتل اي نفس، اي نفس اجرام، اجرام. لا تقول لي حرب ولا دفاع عن مش عارف ايه ولا دفاع عن ايه، انت مدي لنفسك حق بدل ربنا. وده اللي حصل، دخلوا في حفل موسيقي اربعه مسلحين بيضربوا من مسافات قريبه بالرشاشات، وبعد كده كان في قنابل تم القائها من مسافات قريبه. يعني الكلام ده على حوالي 6000 متفرج، مما تسبب في اندلاع حريق ضخم في المبنى ومقتل واصابه عدد كبير من المواطنين. اعلنت لجنه التحقيق الروسيه يوم الاحد ارتفاع حصيله القتلى الى 137 شخص وعدد الجرحى 180 مصاب. ده الكلام ده يوم الاحد، محدش عارف لحد دلوقتي بقوا كام. تم اعتقال 11 شخص بينهم اربعه ارهابيين، وقبل ما اطلع بشويه كان في اتنين تاني، اب وابنه كمان، شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي. من منفذ الهجوم شخص يدعى رجب علي زاده وفريدون شمس الدين من مواليد 1998. فريدون ده فريدون بعد اعتقاله ظهرت له صوره في جميع وسائل الاعلام، حيث تم تصويره بالصدفه في 7 مارس في حفل موسيقي. هي الصوره دي، حد كان مصور الحفل وبيدور في الصور اللي صورها، لقى صورته من ضمن الناس اللي كان بيصورهم. فواضح ان الامر جدا كان مخطط ومتجهز له ومعمول له بحث، ورايحين يشوفوا مسرح الجريمه هيكون شكله ازاي، يعني بيدرسوا المكان. يعني التقرير بيقول مما يؤكد ان العمليه الارهابيه كان قد تم التخطيط لها منذ فتره، وانهم قاموا بدراسة المكان قبل تنفيذ الجريمه. فريدون قال انه وصل من تركيا في 4 مارس، وانه تم تجنيده عبر تيليجرام قبل شهر تقريبا، وعرضوا عليه مبلغ 500,000 روبل نحو 5,000 دولار مقابل تنفيذ عمليه قتل عشوائي تم القبض عليهم قرب الحدود الاوكرانيه. يعني عشان كده طلع رئيس اوكرانيا وقال لا انتوا بتحاولوا تلزقوا التهمه فينا، مش احنا السبب ومش عارف ايه يعني، وان بوتين هربان وهو مش عارفه مين اللي هربان. يعني انا مش عارفه الراجل ده بيفكر ازاي، او يعني فاهم الامور ماشيه ازاي. تم القبض على الاربعه المتهمين زي ما قلت لحضراتكم، وواضحين قوي في الصور يعني بهدلوهم. يعني ظهر تحليل لخبراء كشفوا فيه ان من العمليات جاءت كثار، يعني الناس دي بتاخد بطارها من روسيا، نظرا لان كان في عمليات لروسيا ليهم على فترات او في اماكن مختلفه، فعشان كده هم جايين ياخدوا الطار من روسيا. ودي مش العمليه الاولى في روسيا، بيقولوا ان كان في عمليات لم تتوقف من 1999 حتى العمليه الاخيره. خليني قبل ما اقول لحضراتكم على داعش وايه اللي اعلنت، خليني اشوف مع حضراتكم التقرير ده والرئيس بوتين طالع بيتكلم، وفي بعض المشاهد للي حصل في المسرح في روسيا، نشوفه سوا. И покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. Все те, кто стрелял, убивал людей, найдены и задержаны. Они пытались скрыться и двигались в сторону Украины, где, по предварительным данным, для них с украинской стороны было подготовлено окно для перехода государственной границы. Все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были, кто бы их ни направлял.
повторю, мы установим и покараем каждого, кто стоит за спиной террористов, кто готовил это злодеяние, этот удар по России, по нашему народу. طبعا تعزينا لأسر الشهداء وبنتمنى الشفاء العاجل للمصابين، لكل حد انتقل ولكل حد توفى ولكل حد مصاب. قلوبنا معاكم حقيقي. أعلن تنظيم داعش على حساب تابع له على تيليجرام مسؤوليته عن الهجوم، وقال إن مقاتليه هاجموا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وأن المقاتلين انسحبوا إلى قواعدهم بسلام. طب ما هي قواعدهم دي اللي كانت على حدود اوكرانيا، نصدق كنتو ولا نصدق زيلينسكي ولا نعمل ايه بالظبط؟ ولا هي انتوا الاثنين مع بعض؟ ده اللي هتبينه على فكره التحقيقات. وبعدين روسيا ما بيتفهموش زيهم زي المنطقه دي كلها، الصين وكوريا وغيره وغيره، الناس دي ما عندهمش يوم رحميني. فحضراتكم شفتوا هم جايبينهم بس عملوا فيهم ايه؟ لسه ما اعترفوش، يعني هنعرف. في تصرف بطولي بصراحة جميل قوي لولدين زراف وحلوين 15 سنة و14 سنة، أرتيوم دونيسكوف 14 سنة وإسلام خليالوف 15 سنة، أنقذوا مجموعة كبيرة من المواطنين. ده إسلام، والتاني أرتيوم الولد الصغير ده 14 سنة وإسلام 15. هما بيشتغلوا بار تايم في المسرح وأرشدوا الناس للمخرج بتاع الطوارئ، وده أنقذ ناس كتير قوي قوي. يعني برافو عليكم، برافو برافو، يعني إن انتم عملتوا ده. إلا أن يوم الحد الامبارح أعلن الرئيس بوتين حداد وطني، وتم عرض ضوئي لإطلاق سرب من الطيور على المركز التجاري حدادا على ضحايا الهجوم الإرهابي. نشوف الفيديو سوا، اتفضل. يعني بنكرر تعزينا لأسر الضحايا وربنا يسندهم. يعني